بالجزء الثاني من طريقنا بكلية الأداب والعلوم الإنسانية صار لازم نقعد مع طلاب اللغات المختلفة من إسباني، فارسي، ألماني، إنجليزي، وأيضاً نقعد مع طلاب الدراسات العليا نسألهم عن طريقهم بالماجستير والدكتوراه وشو طموحهم. رح أبدأ من عند حضرتك صديقي، كيفك؟ تدرس أدب ألماني سنة ثالثة؟ نعم. أي مجال كنت حابب تفوته وأي طريق قادك للأدب الألماني؟ بداية أنا أيام البكالوريا كان هدفي هو الأدب الإنجليزي. الصراحة بعد ما نجحنا بالشهادة الأدبية فرقت معنا على علامات أو أجزاء بسيطة ما خولتني أني أدخل الأدب الإنجليزي بصراحة، وأنا ميال للغات، ميال أحفظ اللغات وأحب اللغات بشكل عام. فقلت مالي غير ألماني. اللغات فقلت ألماني، ووجدت للألماني أنه أسلس وأحسن شيء حاليا بسبب انه بعدين رح يكون في تبادل ثقافي كبير وتبادل انه خبرات بين سوريا والمانيا. ان شاء الله يا رب. طب سؤال، شو بيتميز الادب الالماني عن باقي اللغات؟ هلا الادب الالماني بيتميز ب اللغه الالمانيه صعبه، تخينه شوي. ايه تخينه بالحكي، انه يعني بحس الواحد انه ثقيله. يعني انا مره كنت عم بحضر الفرق بين الالمانيه وباقي اللغات الاوروبيه، مثلا الفراشه بالالماني كلمه فراشه هل أدى مو مستحيل الفظها يعني. لغه معقده؟ لا معقده قواعديا القواعد عندها ما القاعده عندنا بشكل عام ما بتمشي على كل شيء. كل شيء له استثناءات، كل شيء له استثناءات. قولي لغه الاستثناءات بشكل عام حالاتها كثير شاذه. طيب بس طبعا بنفس الوقت ما لها الصعوبه الكثير كبيره، يعني الواحد قادر انه يتعلمها. مبسوط انه فتت ادب الماني؟ مبسوط كتير. شو مستقبلكم؟ هلأ حالياً مستقبلنا ما له واضح بشكل عام، بس بيتمحور حوالين أنه السفر، مثل عندك شركة طيران تستفيد من خبراتنا. حلو. الترجمان. حلو. وعندنا الدبلوماسية والوزارات، وزارة الخارجية. الدبلوماسية ووزارة الخارجية يعني في مجالات متنوعة. في مجالات كتير متنوعة. أنا كنت صراحة ببرنامجي السابق قولاً واحداً مرة طلاب الأدب الألماني اشتكوا لي أنه نحن ما عندنا قاعات، نحن بنطلع مدري لوين، بناء مجهول ومهجور، ولنلحق الدكتور والدكتور بيشكي من انه ما في مكان يقعد يعطينا محاضره وما في ادوات. لسه المشكله قائمه؟ فعلا هي المشكله كانت قائمه من شيء حوالي سنتين تقريبا. صحيح. وهلا حاليا بالسنه الماضيه انتقلنا رحنا على كليه الاداب، كنا رحنا نحضر بالبرامكة، كنا نقعد نحن المطبعه لنقعد ناخذ دروسنا. حاليا بعد ما بفضل العماده طبعا بفضل القائمين على هالعمال انتقلنا لهون وصار عندنا قاعات صرنا نحضر فيها وناخذ فيها. حليناكم المشكله، تحلت المشكله قولا واحدا. وقتها بتنصح الناس يفوتوا ادب الماني؟ يعني اذا حدا ما عنده رغبه للغات وطلع له بالمفاضله ادب الماني، بتنصحه يعيد البكالوريا ليفاضل على فرع ثاني، ولا بتقول له لا ارضى لانه هي رح تستمتع فيها؟ هلا انا برايي الشخص اذا بده يحدد مستقبله اذا ما كان هو رغبان فيه لا يفوته بصراحه. انه ما حيبدع مثل ما كان شخص الرغبان. تمام. فاذا الشخص اللي بحب اللغات وفات اللغات الاوروبيه بشكل عام انا بشجعه لهالشيء، لانه فعلا اللغات كثير حلوه دراستها. طيب وفيها استمتاع. تدرس وبتشتغل ولا بس تدرس؟ لا بدرس وبشتغل. شو بتشتغل؟ هلا حاليا بمجال المطاعم. كل التوفيق لك حبيب قلبي. صديقتي كيفك؟ اهلا وسهلا. اي قسم؟ ادب فارسي. ادب فارسي اي سنه؟ اولى. لساتك مستجده سنه اولى. كم ماده بالسنه الاولى بالفصل الأول بالأدب الفارسي؟ 8 مواد. 8؟ 8. شو بتدرسوا مواد متخصصة بالأدب الفارسي؟ مخبر لغوي. مخبر؟ ايه. في قواعد ونصوص تمهيدية، هدلهم بخصوص الفارسي فصل أول. الباقي المواد أصول بحث، إنجليزي، وتاريخ الحضارة. تمام. عندهم مخبر؟ أنتم ما عندكم مخابر؟ مخبر مادة مشتركة بين أقسام اللغات. كلهم؟ بس مخابركم لساتها ضعيفة؟ مخابرنا بتعاني من مشاكل كتير كبيرة. أنا المخبر برأيي أنه لازم يساعدنا على نطق اللغة وحفظ اللكنة بطريقة أحسن. الفيس رياكشنز وحركات تعبير الوجه هي كلها رحنا عنا حالياً هلأ ما لها موجودة. ما لها موجودة. بس موعودين بإقامة مخبر لهال. تمام. طيب أي أحلى، الأدب الفارسي ولا الأدب الألماني؟ الأدب الفارسي. يلا كل حدا يتحيز لطرفه.
عن قناعة فتي أدب فارسي ولا لأنه ما جمعت البكالوريا؟ لا أنا مجمعة مجموعة منيح. أدب جمعة؟ جمعت 185 صافي. علمي؟ أدبي. أدبي. إيه أنا كان بدي أعلم كم فرق علامة ما طلع لي علامة. دخلت أدب فارسي. إيه دخلت أدب فارسي. ليش فارسي مو فرنسي أو إنجليزي؟ لا أنا بدي فارسي. أنت بدك فارسي. أنا كنت عاملة قبل ما فوت هذا الفرع دورات بالمستشارية. أوكي. إيه فحبيت اللغة وفتت على الرغبة فيها. تمام. صعبة الفارسية؟ لا أنا بلاقيها سهلة. بتشبه العربي شيء؟ إيه بس مو كتير. نوعاً بس ما. نوعاً ما. قواعد مختلفة. قواعد طبعاً. قواعد الفارسي أسهل. سهل واحد يتعلم لغة فارسية؟ إيه إذا عنده قناعة وعنده رغبة طبعاً، بس غير هيك لا. طيب مبسوطة بجو الكلية إجمالاً، كم ساعة بتقضوا باليوم هون؟ حسب المحاضرات. كم ساعة محاضرات؟ مو كم ساعة بالمقصف. إحنا ملزومين بالحضور. ملزومين حضور. إيه طبعاً. إيه فيعني تقريباً من 8 للتنتين. طيب شو طموحك؟ بصير مترجمة. ترجمان محلى؟ إيه بس لإيران. إيه؟ أو بصير مراسلة. يعني لغة فارسية. إيه وإذا تخرجت من الإعلام أو بصير مراسلة لإيران. يعني المهم شيء متعلق بإيران. شيء متعلق بإيران لأنه هي يعني الناطقين باللغة الفارسية منبعون من هنيك وهي لغتهم الأم. طبعاً. وهي لغتهم الأساسية. أو تكملي دراسات عليا بإيران مثلاً. إيه طبعاً أنا طموحي أطلع على إيران. تمام تكمل دراسات عليا بألمانيا. حلو كتير. هاي صار عنا ألماني وفارسي رح ننتقل للأدب الإسباني. كيفك؟ تمام. اسمك؟ لما. لما أدب إسباني أي سنة؟ ثالثة. سنة ثالثة. مبسوطة بالأدب الإسباني؟ آه. هاي إجابة بالإسباني؟ لا آه. طيب شو الأخبار بالأدب الإسباني؟ كم مادة عندكم كل سنة؟ شو مطلوب منكم لتجتازوا كل مادة؟ في عملي في نظري؟ احكي لنا عن الأدب الإسباني. هلا في عنا هلا بالسنة الأولى والثانية بلش تعليم اللغة من الصفر، بالأخص بالسنة الأولى. طبعاً من الصفر لأنه ما في أساس بالإسباني. فالسنة الأولى هي مقسومة لفصلين بأنه ثلاث مواد إسبانية، بثلاث مواد إسبانية لتعليم اللغة، مادة شفهي فصلين، بمادة كتابي فصلين، بمادة لغة كقواعد بفصلين. والفصل الثاني مادة ثقافة إسبانية وصول بحث وعربي وإنجليزي. تمام. نيجي على السنة الثانية بنكفي أنه بتعليم اللغة زائد مدخل للأدب، مدخل للسانيات، مدخل لهي للاختصاص يعني. طيب. نيجي على الفصل الثاني هون خلاص أنه بس صفت لغة على السنوات الأخيرة الثالثة والرابعة خلاص بطل في شيء اسمه لغة، صار تخصص أدب. بالأدب واللسانيات والترجمة وهالقصص. هلا عندي معلومة ما بعرف إذا بتصححي لي إياها إنه الأدب الإسباني هو أدب الروايات، هو إسبانيا هي أكثر بلد تنتج روايات وتنتج هيك مقالات ومدونات كتابية، صح ولا غلط؟ ليش إحنا فينا ننكر سيرفانتس مثلاً يعني؟ تماماً. بتقري خارج موادك الأكاديمية؟ طبعاً إحنا في عندنا مكتبة مزودة بعدد كبير من الكتب والروايات و. هالقصص والله هيئتك حابة المادة انت وحابة الموضوع. جدا حلو كتير. مع مين بدك تحكي اسباني؟ مع لا انا بحكي على الفيسبوك مع اصدقائي بانحاء العالم لانه هي اللغة الثانية بعد الانجليزي فهي كتير مستخدمة. زائد بنحكي يعني بالكلية نحن نعمل نشاطات احنا دائما. مجال عملي انا اصلا في دول كانت محتلتهم اسبانيا بيحكوا اسباني. احنا 22 دولة 21 دولة بامريكا اللاتينية زائد اسبانيا. تماما يعني. طيب شو مستقبلكم بالادب الاسباني بسوريا؟ اوكي هلا داخل سوريا فيك تشتغل بالترجمة والدوبلاج، كثير في مسلسلات لا كاسا دي بابيل. تماما. فيك تشتغل كترجمان محلف لما بيعملوا امتحان الترجمة المحلفة، فيك تشتغل بالسفارات تبع امريكا اللاتينية اللي بعدها مفتوحة مثل فنزويلا وكوبا تشيلي أرجنتين. أوكي. افتح باقي السفارات. إن شاء الله قريباً يا رب. في بسانة كمان للغة الإسبانية في كمان. في واجهة لموقع سانة باللغة الإسبانية. وفيك تشتغل كمعيد إذا كنت أنت يعني محاضر إذا كنت أو معيد. طبعاً تعملي معيدية أو دراسات عليا. بدي أطلع. بدك تسافري تكملي برا. تسافري تكملي برا حلو ممكن تطلع على إسبانيا تكملي. لا. لكان وين مختارة؟ هلا مو وين حابة؟ وين مختارة؟ أنا طموحي هو أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة. الأمم المتحدة. الأمم المتحدة. ممثلية بالأمم المتحدة. مترجمة فورية بالأمم المتحدة. برافو، برافو طموحنا خليه يكون عالي. طيب، شو بتتمنى يتغير بالأدب الإسباني ليصير أحسن؟ أو بتعليم الأدب الإسباني في جامعة دمشق؟ هلا إحنا نتمنى لو يكون في عنا نيتيف سبيكرز يعني هي. شغله يعني هن عندنا بالقسم كثير بيحاولوا بس هذا الشيء ما بيلغي انه لو بيكون في نيتيف سبيكرز هذا الشيء اكيد بيساعد اكثر يعني متكلمين باللغه الاسبانيه من البلد الام. لو يتم انه يجيبوا ناس يصير في تبادل اي شيء. هلا كان في هيك شيء كان في بس هلا بسبب العقوبات وبسبب الحصار وبسبب القصص اللي عم تصير معني كمان حتى
قطاع التعليم اكل نصيبه من الموضوع. زاد احنا يعني ما عندنا مستقبل بالدراسات العليا داخل سوريا او ما, ما في تبادل دراسات عليا هون. ماجستير ما في اسباني ما في. ما في ما في لانه ما في دكاتره يعني دكتور مع البي اتش دي تماما ما في مشرفين لازم يكون استاذ مساعد ليقدر يشرف على رسالة. وما في كمان ما في فرص لانه تطلع تبادل ثقافي ولا في فرص لانك تطلع تكفي دراسات عليا على حساب يعني ما في هذا كله ملغي يعني وقف. يلا ان شاء الله قريبا بيصير كل هالموضوع وحلو انه عندنا صبايا متحمسات مثلك انه عم يدرسوا لغات اجنبيه غريبه علينا على القلب بالمجتمع السوري. كيفك صديقتي؟ تمام امورك بخير؟ رائع. شو بتدرسي؟ ادب انجليزي. سنه رابعه. تخرج حاليا. السنه الرابعه صعبه سهله؟ لا لا كوننا نحن يعني تعودنا على القسم وصار مألوف بالنسبه لنا ممكن يكون اكثر كثافه يعني بس لا مو صعب. تمام. شو اصعب سنه كانت بالادب الانجليزي؟ فينا نقول كانت السنه الثالثه نوعا ما متخصصة. يعني بتكون ايه متخصصه وتجهيز السنه الرابعه فبتكون فيها نسبه صعوبه. بدي اطلع على الرابعه وانا ما معي ولا ماده ومتخصصه اكثر فصعبه. تمام. بدها شغل. كيف تعليم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة دمشق من لسان طالبة بالسنة الرابعة؟ راضية عن مستوى الإنجليزي اللي وصلتي له وانت سنة رابعة بصراحة؟ أنا شخصياً بلاقي المستوى ممتاز وراضية عنه بس لازم يكون في جهد من الطالب نفسه. تمام. صحتين. لازم يكون في جهد من الطالب نفسه ايه يعني حتى يقوي حاله بالشيء هو عنده نقاط ضعف فيه. ايه لانه الدكاتره بالمواد بيعطونا نحن مداخل او مفتاح للماده وطبعا نحن على جهد الطالب انه هو يقوي لغته اكثر ويطور حاله بالقسم مشان يوصل للمستوى الممتاز. ولازم يستخدم اللغه بشكل كثير قوي. في عندنا نحن مخابر او في عندنا جلسات conversation نقدر نحكي فيها انجلش بشكل طلق وعفوي ولساعات طويله بالكليه؟ هلا كمناقشات مع الدكاتره بساعاتهم المكتبيه طبعا هذا الشيء متاح بين الاصدقاء نفسهم بس بشكل رسمي يعني ما فينا نقول انه في هيك شيء. ساعات يلي بيقدر الطالب يعني بتكون بيكون الدكتور متوافر ومتاح فيها للطالب. بالمكتب. ايه تماما مشان نقدر نناقشه باي مساله بخصوص المحاضرات. شو بتتمنى تتغير بالاعطاء بالمنهج بالقاعات بعدد الطلاب لحتى يصير تعليم الأدب الإنجليزي أسهل؟ هلأ هو المنهاج كتير جميل ورائع بس يلي كان بيودنا أنه يتغير أنه يصير في أقسام عملية أو تطبيقية أكثر لأنه هي لغة بالنهاية وممارسة وفيها جوانب لغوية تطبيقية فهذا الشيء بيتطلب أنه يكون في عنا نحن عملي حضور أكثر وما إلى ذلك. غير أنست إنجليزي بالثانويات والإعداديات والابتدائيات شو طموحك؟ هلأ من ناحية التدريس إذا بدنا نرتفع أكثر شوي أنه يكون الإنسان محاضر تماماً ترجمة أدلاء سياحيين كون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى يعني وسيلة تواصل وسيلة التواصل الأكثر انتشار علاقات عامة مراسلات يعني في كتير مجالات. أنت متخصصة بالأدب الإنجليزي تعليم الإنجليزي بمدارسنا مثل ما تعلمتي أنت وتعلمنا نحن صح؟ هذا الشيء بيتعلق بالمدرس نفسه مع الأسف يعني هلا المناهج لا بأس فيها بس إذا ما كان المدرس عنده هالقدرة أنه يوصل المعلومة للطالب بشكل سلس وبشكل أنه يتقبل الطالب تماماً وأنه يرفع له مستوى للطالب بحيث أنه يصير عنده تقبل للغة أجنبية يدرسها ما رح يمشي الحال. برافو جوابك حبيته. رح ننتقل من التعليم العالي للدراسات العليا والدكتوراه. دكتورنا كيفك؟ تسلم الله يخليك يا استاذ. شو الاسم؟ اي قسم؟ امجد سعود سنه ثانيه دكتوراه قسم علم الاجتماع. تمام. رسالتك الماجستير شو كانت؟ برساله الماجستير عملنا تحليل محتوى سياسي اجتماعي للكاريكاتور السياسي بجريده الوطن وتشرين. قديش اخذت؟ بالرساله 92.3 شرف. لا امتياز. 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 فوق ال 95 شرف؟ فوق ال 95 شرف في حال كنت ناشر بحثين. انا ناشر بحث واحد ف92.30 من 95. طب ليش ما نشرت غير بحث واحد؟ هي احدى الصعوبات اللي كنا بنعاني منها وما زلنا لهلا بانه لحتى تناقش رساله الماجستير 100% بدك تكون ناشر بحث داخلي وبحث خارجي. عم نحكي ابحاث علميه محكمه. أوكي. طبعا أوكي. فنحن الطريق السهل لنا هو البحث الداخلي المحكم المجلات العلميه المتوفره بجامعه دمشق او غير جامعه. بحث خارجي بظل الظروف اللي عم نعيشها. اولا صعوبه التواصل، ثانيا مساله المقابل المادي، المقابل المادي كثير عم بيكون عالي، عم بيوصل احيانا لسعر 300 و400 دولار على البحث الواحد. فنحن كليات ابحاثها نظريه غالبا ما في اي دعم مالي. فنحن بنلاقي صعوبه شوي ب اخذ قديش على البحث؟ 10 علامات قديش؟ مشان اخذ على البحث الخارجي 5 وعلى البحث الداخلي اللي هو بننشره بمجلات الجامعه
عم يعني وفرت لنا مجلات كذا مني علمي طالب مثلي مثلكم خليك على البحث الداخلي تمام على هالمستويات المادية تمام. طيب خبر الطلاب زملائك الموجودين واللي عم يدرسوا بكلية الآداب، إذا بدي يكون طالب دراسات عليا شو لازم أعمل؟ أولاً بدي على يكون على أي طريق بدي أمشي؟ أكيد طبعاً. هلأ مسألة الانتقال من مرحلة الإجازة لمرحلة الدراسات العليا هي ما بتيجي مسألة لحظية وقرار لحظي، هو بده يكون محضر حاله من قبل بسنتين ثلاثة على الأقل، بين وقت اللي بيكون سنة تانية أو سنة ثالثة بيبلش حضر نفسه لأنه أنا بدي أعلي معدلي لحتى وصل لمرحلة الماجستير. بلش يتكتك طبعاً لك يسب حاله بمواد ممكن طبعاً لأنه مثل ما بتعرف يعني المعدلات شوي عم تكون عالية بالقبول على مسألة الماستر والدراسات العليا، فهو ما له قرار لحظي أولاً. ثانياً بده يحط بباله بأنه مسألة الماجستير بأول سنة، نحن عنا أول سنة مسألة سنت مواد وسنت مقررات تمام، فهي بده يكون فيها الشغل كتير مكثف حتى ما يرسب بي ولا مادة حتى ما يرسب بي للرسالة. بالضبط تمام 100% تمام. فالالتزام وثم الالتزام وثم الالتزام بهي السنة. كم طالب كنتوا بالماجستير بقسمه؟ بقسمي كنا 12 بسنة المواد. كم طالب ترشح للرسالة؟ سبعة. برافو سبعة. عدد مقبول. في عدد كادر إداري وتدريسي مشرف على الطلاب بالماجستير والدكتوراه كافي ليستوعب كم طالب كل سنة؟ والله هي أحد الصعوبات كمان اللي عم تواجهها جامعة دمشق غير جامعات الجامعات السورية، يعني الجامعات السورية استنزفت بمغادرة الكوادر التدريسية اللي فيها أولا، وثانيا بعدم عودة المفادين خارجيا اللي أوفدتهم الدولة من صح. من أكثر من 10 سنوات لهلأ ما رجعوا، لذلك بقسمنا على مستوى قسمنا في عدد من الكوادر الأساتذة الدكاترة حتى والدكاترة المساعدين اللي بيغطي تقريبا، لكن بغير أقسام وكطالب دراسات عليا وكممثل كأحد ممثلين دراسات العليا بكلية الآداب هي أحد الصعوبات اللي عم بيواجهوها طلاب دراسات العليا. وحتى اللي بيرجعوا لنا بالبرامج بيقولوا لنا إنه يا ريت نعمل شيء ونسلط الضوء لرفع عدد الطلاب المقبولين بالدراسات العليا تماماً. وترميم ثغرات نقص الكادر المشرف على رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه. دكتوره شو عم تعملها؟ علم اجتماع سياسي سنه ثانيه، عم نعمل تحليل سياسي اجتماعي للنصوص الادبيه الساخره مقارنه ما بين مسرح محمد المغوط ودراما ممدوح حماده. قديش بيكبر قلبنا لما نسمع هيك ناس بروفيشنال امثالك تسلم عم يدرسوا بهالحرفيه التقنية المنهجية الأكاديمية بالبحث. ختاماً طريقك لوين رح يوديك بعد الدكتوراه؟ شو ناوي؟ أنا على المستوى الشخصي ناوي بإني كفي الدكتوراه وأحصل عليها إن شاء الله، ومتمني دائماً مستقبلنا ما بيكون 100% ومصيرنا بإيدنا، متمني من إنه يكون في مسابقات أعضاء هيئة تدريسية لأولاً رفض الكادر التعليمي بالكليات وبالجامعات، وثانيا وهي بحاجه طبعا، وثانيا لحتى ما اقول قضيت 30 سنه من عمري على الكب واخر شيء حصلت على الدكتوراه وعلقتها على الحيط تمام. هي المأساة تبع الطلاب، خلينا نقول 80% من طلاب الدكتوراه والماجستيرات انه اخر شيء بيشتغل بغير اختصاصه وبيشتغل بغير مجاله. اوكي اخذ فيلد اول وفيلد ثاني بحقول مختلفه من الدراسات، ولكن اشتغل غير شيء او سافر لبرا، لان احنا بحاجه لحالنا كلنا هون نضل أكيد. بالبلد. شكرا كثير لكم، شرفتوني بالحديث معكم، ونحن رح نطلع عند العميده الدكتوره فاتنة الشعال لنحط الدردشه اللي صارت بالجزئين بعهدتها وعلى طاولتها ونشوف الاراء الايجابيه والسلبيه ونكمل طريقنا. لا تروحوا لبعيد. من بعد ما قعدنا مع 10 طلاب من طلاب كلية الآداب من أقسام مختلفة وسنوات مختلفة، وبعض منهم كان دراسات عليا، ومن بعد ما سمعنا شو في عندهم وشو بيتمنوا وطموحاتهم بطريقهم الأكاديمي ومن ثم المهني، صار لازم الدكتورة فاتنة ناخد رأيها باللي سمعناه. دكتورة عم يشكو من ضغط وكثافة بعض المواد ببعض السنوات، يعني طلاب الأدب العربي عم يقولوا في عندهم مواد متخصصة جداً من أول سنة،
وعم يلاقوا صعوبة بتوضيحها. برأيك المنهج الأكاديمي المتبع بتدريس طلاب الآداب هو منهج فعلا صعب على الطلاب؟ لا، هو مو صعب على الطلاب، بس أساس الطلاب جاي ضعيف. هي واحدة بتعرف يعني 7 سنين أزمة، الطلاب ما أخذوا يلي لازم ياخدوه. بس على كل الأحوال بحب خبرهم للطلاب إنه نحن حنعيد النظر بكامل المواد، كامل المناهج، نعيد النظر فيهم. ممكن كتير نحول من النظام الفصلي إلى النظام السنوي، يعني نقلص عدد المواد، نضب المواد على بعض. ومفروض بالحقيقة بالسنين الأوائل يكونوا المعلومات للطلاب تكون معلومات عامة مبسطة. المواد مبسطة، والسنوات الثالثة والرابعة أن تكون تخصصية. تمام. بقولا واحدا كمان، كنا نحكي عن الأدب الألماني من كم سنة، أنه ما عندهم قاعات، ما عندهم أماكن يعطوا فيها الدكاترة، ما عندهم مخابر لغات. هلأ لا، قالوا لي صار تم نقلهم للمبنى، على المبنى الكتلة دي. تماما على الكتلة دي، وتخصيص لألون القاعات. بس لسه عم يشكوا أنه ما عندنا مخابر لغات. حالي مخابر؟ إن شاء الله إن شاء الله في عنا المبنى الكتلة فيها مخابر لغة، مخبر لغويات، وهذا هام جدا. وفعلا نحن كلية الآداب مقصرين بهذا الوضع، نحن بنعرف تقصيرنا. حتى مخبر للإنجليزي، للفرنسي، للألماني، إسباني. للإسباني، هذا بيحتاج موجود بالكتلة إيه. وإن شاء الله ببداية العام إن شاء الله حنستلم البناء. طيب دكتورة، كمان لليوم وأنا حضرت شوي من المحاضرة النظرية الأدب العربي، الله يعطيهم العافية الدكاترة، وهنن فعلا عقولهم النيرة هي اللي بتحفظ مكنونات اللغة العربية. وكما يقال إنه لغة أهل الشام حجة على غيرها أو صحيح. أهل بلاد الشام. ولكن لليوم التدريس تلقيني، التدريس كلاسيكي، خليني أقول يعني حتى الطلاب قالوا لي لسان حالهم يقول إنه منمل نحن وعم نحضر المحاضرة، ما في تفاعلية، ما في عملي، كله نظري. حتى العمل المطلوب مننا بتلاقيه يقولب بشكل نظري. ليش القالب الجامد بتدريس الآداب؟ هلأ بعض المواد بتحتاج إلى تلقين، يعني مستحيل بعض المواد مثل أي حالة. أنا مثلا الجيولوجيا بتحتاج لتلقين، ما هي؟ بقسم منا. نعم بقسم منا. جيومورفولوجيا بتحتاج إلى عملي. حضر لي محاضرة، هاي حسب المادة، حسب طبيعة كل مادة. بستخدم الباوربوينت، يعني لازم أطلع الطلاب ميداني. هلأ ما عم بقدر أطلعهم ميداني. شو السبب؟ لأنه الوضع العام ما بيسمح. أنا بجيب لهم الميدان لعندهم، بجيب لهم الحجارة، الحالة كلها بجيب لهم إياها لعندهم. الأفلام، أفلام مليان، الأفلام العلمية بجيب لهم إياها بعرض لها. يعني الطالب سنة أولى بتلاقي القاعة عندي من أولها لآخرها مفللة. بهي على حسب طبيعة كل مادة. يعني المادة اللي بتحتاج لعرض ممكن تنعرض. يعني أنا بقول معلش الدكتور يبلل المادة، يعني يرطب المادة، يعني يسأل سؤال للطلاب يشغلهم عقولهم، ياخد أنا يستشف مثل المناهج الحديثة يلي هلأ نحن اشتغلنا فيها للمراحل الإعدادي والسنوي والابتدائي، كلها مناهج استنباط. استنباط من الطالب، أنا أخذ المعلومة. وهذا نحن عم نوصله. والله وجهنا من خلال مجلس الكلية أنه كسر الروتين. بس بتعرف إذا دكتور عايش 30 سنة على الروتين، كيف بده يغير هالأسلوب يلي لقله؟ ما هذا اللي عم نقوله، إنه في شرخ بالأجيال المدرسة والدارسة عم يصير. يعني أنا الدكتور قامة علمية، هو تاج راسنا، بس يعني 30 سنة تغيرت طرائق التدريس، تغيرت المنهجية، أكيد تغيرت أسلوب توصيل المعلومة، في تقنيات حديثة طبعاً ما بيقدروا يواكبوها. أنا لومي على الطالب، دائما بلوم الطالب. تعرف انه لا تعتمد 100% لا مو لا يعتمد، يسال
قد لا يلقى جوابا. الوقت ما بيلقى جواب إلا ما يحرك الدكتور شوي. يرجع يكرر السؤال. تحمل عينه عليه بيرسبه بالمادة. لا ليش هو بيشوف الورقة؟ ما بيشوف. هذا شوف يلي بيقول لك الدكتور بيقيس بالشبر هذا مو حكي. يعني ما اللي بيقول لك الدكتور اللي بيشوف الورقة ولا بيقدر في حالة واحدة تعرف إنه الورقة مكشوفة لإلي. كيف؟ كيف؟ لأنه الطالب بيقدر يقدم طلب عندي اعتراض. ما بيشوف ما وبيكتب رقم تليفونه. انا بجيب صوره الورقه شخص انا بجيبها بس. أوكي. صوره الورقه صوره. أوكي. ما بستخدم الورقه. أوكي. يعني بعرف انا الدكتور كيف عم يصحح واحد وبعد ما بتاكد بجوز ورجيه لاكثر من حاله. تمام. بغطي الاسم. تمام. وبورجيه لاكثر من دكتور وبجيب انا بصحح اول شيء بناء على السلم. أوكي. بعدين بعطي. طيب دكتوره سؤال بعدين بورجي الطالب حتى يقتنع انه اخذ الطالب علامة انه الحق. بس ولا مره اقتنع الطالب على طول طلابنا بنقوا مو بنقوا بيقول لك بيكتبوا عكس ما بيفكروا يعني انا عكس مو مطلوب منهم يمكن تمام لا وفي كتير شغله هامه بحاسبوني على ما يحصلوا علي من الملخصات من الاكشاك وانا هاي الكارثه بس هالسنه غير كل السنوات لجأوا الطلاب إلى الكتاب الجامعي ممتاز ممتاز يعني أنا مو عم بدخل على عدة وعندي وعم بدخل على عدة مكتبات لا المكتبات من بعيد أنا على عدة أساتذة بلاقي الطلاب فاتحين الكتاب والطلاب حاملين كتاب ما حاملين ملخصات هذا المنظر نحن بحاجة له بصراحة وبقوة. يعني كتير هلا نحن كيف حاربت هالحالة هي يمكن بتوجيه طبعا من رئاسة الجامعة ومن اجتماعنا بمجلس الكلية كل الدكتور ليس لديه كتاب جامعي ناخذ محاضرات نعطيها لطلاب الاتحاد الوطني طلبة سوريا بينشروها على موقعهم على موقع على موقع جامعة دمشق كلية الآداب والفيسبوك والصفحات على كل يعني يعني يتوافر يعني لا طالب ليش عم يروح على المكتبات لا ما حتى عم يعطوه معلومات غلط يعني من فترة اجت طالبة قالت لي عم تقدم في عند فصل أول مثلا نحو فصل أول نحو فصل ثاني عم ترجع تقدم كل سنة نحو فصل أول قدمت طلب قال أنا طيب ناجحة بالمادة ليش عم تكتبوا لي إياها راسبة قدمت طلب قالت شو كاتبت لي فيه أنا حصلت على من مكتبة كذا بدون ذكر الأسماء على علامتي أنه ناجحة طيب يا بنتي جبنا لها الفيش قلت لها هاي الفيش جب لك ورقة امتحانك أنه أنت عم تقدمي المادة ثلاث مرات مادة فصل أول وأنت ما عم تشوفي اسمك على لا عم تشوف اسمها على الموقع ولا عم تشوف اسمها على اللوحات 130 ألف طالب يعني قرية صغيرة أو قرية كبيرة خليني أقول أو بلدة أو مدينة قد تكون بس بتعرف أنه ما عم حس فيه تماما يعني قصدي في أخطاء ترتكب في أكيد. في بناس عم يعملوا كشف علامات بيلاقوا حالهم راسبين بماده وهن الناجحين فيها وعم يضطروا يعيدوا صحيح. وفي ناس ما ترفعت بسبب اخطاء وفي تاخير بتصحيح العلامات لا ما في تاخير لا ابدا شوف لا لك طلابنا انا كنت عاملت لهم موقع للطلاب اسمه خدمات جامعيه نحن الساعه 2 ل 3 بنزل العلامات بناكل بهدلة منهم هلأ تذكرتوا تنزلوا الساعة 2 العلامات ما بتكون تخلونا ننام مثلا نزلنا نحن عنا 70 مادة بقسم الجغرافيا كوني أنا جغرافية أنتوا ما عندكم غير قسم الجغرافيا منكون منزلين لهم ياهون صدقني منكون منزلين لهم كل النتائج وبيقولوا لك ثلاث أرباع النتائج بالإنجليزي ما نزلت انتوا نسيانين انه عندنا 25 الف طالب عربي وفي شغله مهمه جدا كمان الطالب بجوز ما بيعرفها عمليه الرصد بيقولوا لك كل ماده مقتمته بتفوتوها على الجهاز بتطلع
كل الطلاب ما بيعرفوا يظللوا ارقامهم. فانتم مشان ما ترسبوا الطالب حرام، حتى ما يخطأ بحق الطالب منعد له رصد كل يدويا منعد له، منمحي له تظليله ومنعد له تظليل مره بس تانية. هذا الشيء مو مشان يتساهلوا الطلاب انه في مين عم يعيد ورانا، لا انتبهوا. يعني لا، هن لازم ينتبهوا. هي انتباه، نحن بنقول لهم، يعني بنعمل جوله عليهم وبنقول لهم يعني طلاب سنه رابعه حلهم يعرفوا انه اليه التظليل. وهي لحمايه الطالب، يعني كل شيء نحن عم نعمله هذا للطالب. طيب، نسبة المواد المؤتمتة مقبولة بالكلية؟ ايه مقبولة بكل سنة؟ مقبولة، بس والله انا ما بحبها، لانه اصلا طالب الادب العربي اذا ما كتب، وطالب يعني الانجليزي وطالب يعني الفرنسي. يعني بيقولوا لي انه بس في بعض مثلا، لا في مواد باللغة الانجليزية تؤتمت، بس مثلا بعض المواد انا مقالية ما بحبها تؤتمت. صار الطالب ما بيعرف يكتب، صار الطالب ما بيعرف خطه غير مفهوم مثل خط الطبيب. أنا كطالب كنت حب المواد المقالية. ليلي دكتورة ليش؟ لأنه مثلاً إذا السؤال عليه 30 علامة، إذا السؤال عليه 30 علامة ممكن أنا ما كتير أتذكره، فأكتب بما معناه أخذ نص أكيد العلامة مثلاً. صحيح. بينما إذا مأتمت يا إيه يا لا، يا صفر يا علامة كاملة. على فكرة الدكتور كتير بيحب الطالب يلي بيبدع من عنده، مو يلي كاتب بصم. يلي كاتب بصم نحن منتوقع انه من البلوتوس، بيتوقع انه من الراشيتا، رغم انه لقطوا هيك حالات بالكلية. بتتخيل عن طريق الموبايل، بتتخيل نزلت نسبة الحالات هي من 145-150 ضبط بالسنوات الماضية الى 35 ضبط غش، وهو نسبة رائعة. نسبة رائعة. أول شيء طبعاً ب مساعدة الجميع، يعني ما بنتركهم. بعدين بالكاميرات المراقبة. ممتاز. كاميرات. هلأ أنا المراقبة. شفت على مكتبك كله مرصود، كل شيء فيه كاميرات. كل الكلية. مراقب. مركز خدمة المواطن. مركز خدمة المواطن. الغرف التصحيح. غرف الموظفين. الحدائق العامة وما حولها. القاعات الدرسية كلياتها مرصودة تحت، يعني ممكن كتير تتدخلي إذا شفتي شيء غلط فورا. يعني ما بنطر. هلأ كمان عم حاول حط ميكروفون مباشر لمركز وصورة. خدمة المواطن. لا على فكرة مركز خدمة المواطن صوت وصورة، بس لا حتى احكي مباشرة مع المركز. طيب، ككل. طالما عم تذكري مركز خدمة المواطن ضروري اذكر لك هالموضوع، وناخد وعد منك تتواصلي مع الجهات المعنية بمعارفك لنحله للطلاب. مركز خدمة المواطن اوكي سهل على الطلاب، اخذ بطاقة الكترونية، كشف علامات، بلا 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 بوقت قصير، بس قصة البنك والمصرف العقاري قصة. 12 ونص بيسكر الصندوق، وأنا كطالب عندي دوام، أنا كطالب ملتزم ما فيني أجي بكير، أو ما بيلحق البنك لأكثر من 100 طالب يمكن باليوم بالكويب، ممكن يلحق أكثر. طب عم يشكو الطلاب إنه البنك عم يسكر بكير، شو السبب؟ هلأ نحن عالجنا البنك، نحن مو مكلين فيه. مشكور دكتور مديان علي، هو اللي ومدير البنك، مدير المصرف العقاري الأستاذ أنس، كمان ساعدنا بشكل كبير. فتحنا بالإضافة لثلاث كوات يلي داخل مركز خدمة المواطن، خمس كوات خارجية. يعني الطالب معلش للساعة 12 ونص البنك بحاجة لجرد، بحاجة إلى عد المبالغ، بحاجة معلش يجي الطالب شوي يجي على نفسه شوي. يعني نحن إذا ما قدر يدخل هالكوة يروح على الكوة الثانية، ما قدر في عندك البنك، يعني سهلنا عليه بنك المصرف العقاري بالمزة بيفتح للوحدة بس. هذا هو المصرف العقاري الأساسي. يعني هذا نحن مو مكلين فيه، هذا تابع ل إدارة المصاري. تمام. طيب يعني بس بدنا بهيك تواصلاتكم نقدر نسهل شوي على الطلب. على عيني. ختاما دكتورة، كل حدا خلص بكالوريا وجا مستجد على كلية الآداب، من الدكتورة فاتنة ياسين شعال كم نصيحة ليكون طريقه بالسليم ويوصل بنهاية طريقه لمكان مضيء، وبدنا كم تنبيه انه انتبه يا ابني من كذا وكذا وكذا حتى ما تقع بفخ
مثلا وعقبات؟ بالحقيقة مشان هالحالة هي عملت عدة لقاءات مع طلاب السنة الأولى وخاصة طلاب السنة الأولى يلي عاشوا بفترة الأزمة يلي ما عندهم معلومات كافية على كلية الأدب، ما عندهم على البرامج يعني، أو داخلين اختصاص مو محبز لألون. المفاضلة اختارت لهم، المفاضلة اختارت لهم يا قالت لهم ما عنكن يا، وشو بيسمعوا هني كمان، يا ابني لا تسمع من ما سبق من زملائك، يعني أنا ما بسمع من رفقاتي، اسمع من النبع لا تسمع من الساقية. ممكن أنا فاتح الباب يوم الاثنين بيجوا الطلاب، أي طالب بيسألني الماسنجر تبعي كله إجابات للطلاب مفتوح. على فكرة خبرتي بالتكنولوجيا قوية حسيت، لا خبرتي بكل مخافي كلية الآداب من قفل الماسنجر. الطالب بيقول لي كل شيء، يعني إذا رشى موظف بيقول لي أنه أنا رشيته، إذا موظف ضايقه أو تصرف معه تصرف غير لائق بيقول لي شو صار، إذا موظف تواصل مباشر بلا مباشر حاجب وبوّر. يعني مثلا إذا فوت طالب راشيته بالقاعة الفلانية بقلب بنفس الوقت فاتحة عندي النت بنفس الوقت بيقول لي بالقاعة الفلانية هلأ في راشيته، فورا أنا بروح. يا لطيف، يعني زيرو بايكون يا طلاب. يعني أول شيء بقول له يا ابني اعتمد على أول شيء اعتمد على محاضراتك، التزم. إذا ما عنده إمكانية يجي أو يداوم بكل المحاضرات يجي ببداية العام وبنهاية بداية الفصل وبنهاية الفصل، لا يعتمد على الملخصات يلي بالمكتبات معظمها غلط، لا يعتمد على الأسئلة التي تطلقها المكتبات لأنه بتضيعه. هذا شيء يعني نحن كنا ما نعتمد حتى على الكتاب الجامعي، بس روح نعتمد على المرجع يلي أخذ منه الدكتور. تمام، يعني توسعوا مداركنا حتى نوسع مداركنا. طيب دكتورات دراسات العليا، نسبة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه عم يشكو منها الطلاب إنه العدد قليل المقبول بالماجستير، عدد قليل بالدكتوراه، شو السبب؟ ما في كادر مشرف؟ العدد قليل، قل لك إنه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عنا إشراف اثنين أو ثلاثة. بالعكس أنا كنت بتعرف هالسنة شو بدي أسوي، كنت أنا بدي قلص عدد الطلاب بالدراسات العليا لأنه العدد ضخم. عدد ضخم. عدد ضخم، منخاف يصير عنا تضخم في ما بعد. بالنسبة عفوا ل 130 ألف طالب برأيي يعني عدد مقبول ببعض الاختصاصات. يعني أنا بوسع اختصاصات اللغات، إذا أجاني طلاب دراسات عليا باللغات قد ما بدي وبحاجة نحن وبحاجة، بقلل من اللغة العربية لأنه اللغة العربية عندي 85 أستاذ. يعني عرفت كيف؟ يعني بعض تماما بعض الاختصاصات بزيد، بعض الاختصاصات وإن شاء الله يكون في إمكانية ونقدر نحن نوسع أكثر وأكثر للجميع. بالعكس إن شاء الله عنا إمكانية والحمد لله. النقص عنا فقط باللغات، معنا مشكلة نحن. بتتخيل ما توقفت ولا ساعة تدريس أثناء الأزمة كاملة، ولا ساعة تدريس. وبتعرف كمان أنه مركز خدمة المواطن بنية والتطورات يلي بكلية الآداب يلي هلأ عم نشوفها مثل الإنارة مثل الإذاعة مثل مثلا المنافذ الشبابيك غيرنا لهم كلها بفترة الأزمة. يعني نحن ما وقفنا فترة الأزمة أبدا يعني. وبتمنى الطالب يلي بيدخل كلية الآداب يلتزم بإلها. بجوز يكون نحن يعني أنا شوي بالقرارات، مثلا ممنوع التدخين طبق، هذا مرسوم جمهوري. ممنوع التدخين داخل الحرم الجامعي. الحرم الجامعي ممنوع الأكل داخل الحرم الجامعي، ممنوع المشروبات داخل الحرم الجامعي، مما أدى إلى تنظيف الكلية. هلأ بتدخل الكلية إذا بتلاقيها ولا ورقة كلينكس، لأنه إذا أنا مرأة ولقيت عقب سيجارة أنا بطخي بقيم عقب سيجارة بوديه للسلة،
الطالب يلي بيكون عم يدخن بيخجل. صرت لما بدي أنا أرجع طخي إيم عقب السيجارة يركضوا هن يشيلوا. يعني هاي قدوة وهي هاي يعني اللي بنتمنى إن شاء الله يا رب يكون الطريق ميسر. الحمد لله دكتورة. الحمد لله. همت كل الكادر التدريسي. شكرا لأنك استقبلتينا مرة تانية. البيت بيتكم وبعدين أنتوا وصلت الرابعة يعني شلون ما بيستقبل. ضروري جدا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. وأنتوا يلي بتجيبونا المشكلة ونحن علينا نحلها. إن شاء الله يا رب يكون الحل على طول متوافر وقيد التطبيق والتنفيذ. مشاهدينا نحن طريقنا لسه مكمل بكلية الآداب. خلونا نشوف المحطة التالية. مثل ما بلشنا نهارنا اللي كان طويل مع عمار رح نختم معك عمار إن شاء الله. يوم شاق وطويل بس قضيناه هيك باستمتاع معكم. كيف نشاطاتكم عم تكون بالهيئة الإدارية على المدى المنظور؟ شو عم تعملوا؟ هلأ خلصنا الأسبوع الماضي من حفلات تخرج كان تحت اسم دفعة الياسمين، إهداء لسيدة الياسمين، ثلاث حفلات تخرج والرابعة كانت، ومستمرين إن شاء الله على الفصل الثاني حفلات تعارف لطلاب كلية الآداب المسجدين، تعرف على القسم على الإدارة الكلية مع رئيس القسم وكذا، وإن شاء الله الرحلات ترفيهية وعلمية مستمرة لنهاية السنة دائما. إن شاء الله يلزمون الطلاب يلجأوا للهيئة الإدارية كمال تحكوا باسمهم وتحضروا مجلس الكلية وتمثلوا الطلاب. أكيد. كل الشكر لك عمار والتوفيق يا رب بطريقك الخاص وبخدمة الطلاب. لهم كان نهاية مشوارنا اليوم بكلية الآداب. تعرفنا على معظم الأقسام الموجودة فيها. إن شاء الله يا رب هالكلية تخرج مثل ما تعودنا عليها كل الطلاب اللي بيشرفوا أقسامهم وبيكون طريقهم منار بهمة الدكاترة المشرفين عليهم. نحن طريقنا بحلقات قادمة أيضا بكليات أخرى. خلوكم معنا على طول. يسعد أوقاتكم مرة جديدة. الإبداع والتفوق ما بيعرف حدود أبداً، والمثال اللي رح نطرحه اليوم هو خير مثال. اليوم رح نستضيف مبدعة حكت سوريا كلها فيها وأيضاً صيتا وصل لبعض الدول المجاورة. ليش؟ لأنه هي أول إنسانة بتناقش وبتدافع عن رسالة الماجستير وبتحصل عليها بمرتبة شرف ولكن بلغة الإشارة. اليوم ضيفتنا هدى محمد اللي راح تشرفنا وتعطينا من تجربتها وتحكي لنا عن دفاع عن هالرسالة وشو شعورها وليش اختارت فعلا توصل هالصوت ولكن بلغة الإشارة. وراح ترافقنا الأستاذة فرح التل اللي راح تترجم لنا وترجم لها بلغة الإشارة. أهلا وسهلا فيك هدى. أهلا فيك. وأهلا وسهلا فيك أستاذة فرح. شكرا لوجودكم معنا اليوم. هذا شرف لي شخصيا وشرف لنا نحن أنه عم نستقبل حدا مبدع مثلك يا هدى. طيب شكرا لك. نحن اليوم رح نبلش مع هدى بالحكي عن الرسالة، عن شو بتحكي رسالتك. هلأ موضوع رسالتي هي المشكلات السلوكية والاجتماعية عند الأطفال الصم. هدفي من الرسالة كرمال الأولاد الصم المشكلات السلوكية عندهم كاملة. أنا اخترت هذا الموضوع لأني صماء مثلي مثلهم، فأنا ممكن تماماً أنا ممكن أقدر يعني أني أتواصل معه بمشكلاتهم السلوكية، فأنا مشان هيك اخترت هذا المجال. اخترتي هذا المجال وأبدعتي فيه وتفوقتي فيه وبصمتي فيه وصلتي للدراسات العليا وهلأ عم تحضري للدكتوراه من بعد ما أخذتي مرتبة شرف برسالة الماجستير. هلأ هدفي الدكتوراه حتى بالماجستير. أنا كأول صماء كثير حاولت أني وهلأ عم حاول بالدكتوراه أني يكون أول صماء لأكون بمرتبة أقدر أدعم وخلي تجربتي تنتقل لباقي الصم. أنا طريقي كان صعب، أنا مشان طريقي مشان الصم يجوا من بعدي كمان يكملوا دراستهم في إدراف إن شاء الله حيوصلوا وتكوني مثال لألون وتكوني قدوة لألون. طيب دراستك الجامعية قبل ما نوصل للماجستير كنتي راضية عن فرعك؟ انتي دارسة آداب علم اجتماع اذا بتصححي لي معلوماتي، كنتي راضية عن هالفرع؟
تماما. انا من بعد البكالوريا اخترت يعني مثل ما بيختاروا الاشخاص السامعين، اخترت فرعي اللي بدي اياه عن ميول ورغبه وليس بمفاضله. انا اخترت علم الاجتماع، حبيت اني هذا كوني صماء لاقدر يعني لاقدر فيد الصم بهذا المجال، واني كملت الماجستير. تمام. طيب رساله الماجستير بلغه الاشاره هذا هو اللي خلى الضوء يتسلط عليكي، ولا لا فعلا الرساله ومضمونها هو جدير بانه ينشهر وتاخذ حقها بالصدى الاعلامي؟ نشرت الرسالة كوني أنا أول حدا أصم بسوريا بيوصل لهي المرحلة بالماجستير، أول حدا أصم بيوصل لهالمرحلة. تمام، حلو كتير. طيب مين دكتورك المشرف كان؟ الدكتور بلال عرابي هو المشرف الخاص على رسالتي. كيف كان التواصل خلال الإشراف على الرسالة، السيمينارات، التحضير للرسالة والدفاع عن الرسالة؟ أول شيء الدكتور بلال أول ما شافني إني صماء، هو حب فكرة كتير إنه يتواصل معي، وحتى كان كتير يعجبه لغة الإشارة، كان كتير مهتم بكوني صماء، مو إنه كان يمل مثلا من الإشارة، بالعكس يحاول كتير يركز معي ويتواصل معي، وهو حب لغة الإشارة حتى صار يتعلم شوي. أنا كثير مبسوط أنه هو حب لغة الإشارة، يحاول يتواصل معي ويهتم فيني كإشارة. دعمني كثير الدكتور بلال، وبدي كمل، وهو عم يشجعني أكمل دكتوراه كونه، وحتى عم يقولي أنت ذكية وأنت خرج أنك تكملي دكتوراه. حلو. فكتير دعمه لألي. حلو. ونحن منشجعك كمان تكملي بالدكتوراه، لأنه يعني انت خير قدوه لكل الناس اللي بيعانوا مثلا من صعوبات بالتواصل، ان كان بالسمع او حتى بامور ثانيه. طيب مر عليك يا هدى لحظات حسيتي حالك يأسانه محبطه، ما عاد بدي كمل، خلص البيئه ما عم تساعدني، او انا من حالي قست ومليت؟ أنا بالجامعة بالسنة الأولى كان في مشاكل بموضوع المترجمة، ما في مترجم لغة إشارة بالسنة الأولى. حاولت إنه انسحب، بس أمي وأبي وزوجي كتير قالوا لي إنه لا خليكي. فصارت ماما تحاول تلخص لي، ماما دكتورة، صارت تحاول تلخص لي المحاضرات، ضوي لي على الشغلات المهمة، كنت أتعب. حتى آخر الشيء خلصت الجامعة بالماجستير، جبت مترجمة لغة إشارة، اخترت فرح مترجمة لغة إشارة، والحمد لله تماماً يعني وصلت للشيء اللي مشكلة الترجمة كانت. شو رأيك بفرح؟ فرح كانت نشيطة، إشارتها ممتازة، أنا عجبتني فاخترتها. حلو كتير. طيب أعطينا كم سر من أسرار النجاح، هاتي لنشوف. كيف تميزتي؟ أنت ماجستير معناتها معدلك يؤهلك لدخول ماجستير، معناتها أنت من الأوائل، كيف طلعتي من الأوائل؟ تماما. لا بس هون بدي اوضح فكره إيه اللي هي الماجستير تاهيل تخصص مو اكاديمي. ليس اكاديمي. تماما. اوكي. تمام. هي معدل بالجامعه كان قليل شوي، مشان هيك فاتت ماجستير تاهيل التخصص. تمام. ولكن بظروف اللي هي تعتبر مميزه جدا وتضاهي الاكاديمي، لانه كثير مهم اليوم نركز على هالفئه من المجتمع اللي عندها صعوبات بالتواصل. كرمال هيك أنا مشايف هدى يعني قدوة لكثير من العالم. طيب إذا بدنا نرجع للزمن للبكالوريا، بس مشان سر النجاح حتجاوب عليه، بس هلأ وضحت لها الفكرة، هذا بينقص. تماما. قوليلي بالماجستير يعني حدا من أسرار النجاح، أنا دائما كنت اتخيل حالي اني عم ناقش، كنت روح على المدرج السادس دائما، كنت شوف الاشخاص اللي عم يناقشوا اطلع عليهم، لاقي الموضوع كتير بالنسبة لي حلو، انه انا السنة الجاي حكون هون. كنت كتير ارتعب من مجرد الفكرة، واني حكون اول صماء موجودة، ولا مرة ولا حدا اصم،
فانه لا ليش لا اكيد انه صرت اقول يعني دائما بعزز بنفسي انه انا قويه انا بقدر. فتخرجت فبقدر اوصل ناقش رساله الماجستير ووصلت. تمام، مين قدوتك بالحياه؟ انا الشخص اللي بشوفه كثير هو ماما، هي دكتوره بالجامعه، فانا مشان هيك بدي اكون مثلها، فانه ان شاء الله بدي اخذ الدكتوراه. الله يحميكي لاهلك ويخلي لك والدتك ويفرحهم فيكي بزياده. طيب، تابعتي برنامج طريقي؟ تماما، هي بتعرفه تماما. حلو، شو رايك فيه؟ حلو زيادة. حلو كتير. طيب ختاما، طريقك لوين رح يوديكي؟ كرمال هيك سألتك تابعتي البرنامج أو لا، شو الخطوات القادمة؟ أنا هدفي الأشخاص الصم، هدفي عم فكر أني أوصل لمكان أقدر أطور فيه الصم، بدي اياهم يفوتوا على الجامعة، بدي اياهم يقدروا يحلوا مشاكلهم. كمان هدفك الأولاد الصغار شو؟ هدفي كمان الأولاد الصم الصغار المشاكل اللي قدر حللهم ياها، حتى السامعين قدر علمهم لغة إشارة الأولاد الصغار عشان يقدروا يتواصلوا مع بعض. وأنا أول واحد حابب أتعلم هاي اللغة، لغة الإشارة، كرمال هيك يكون لنا الشرف بالتواصل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. شكراً كثير لك يا هدى، شكراً لأنك نورتينا ببرنامج طريقي. أنت قدوة فعلاً لكثير من العالم اللي عم يتابعونا، العالم اللي ما عندهم صعوبات بالتواصل وعندهم شوية أحباط ليكملوا مشوارهم وطريقهم، فكيف إذا كانت هدى اليوم تغلبت على كل الصعوبات وأثبتت تميزها وجدارتها. بدي أتشكرك أيضاً فرح التل اللي رافقتينا بالترجمة بلغة الإشارة، وإن شاء الله يا رب كل التوفيق لكم. مشاهدينا، ما رح أحكي تنظيف ولا رح أحكي بمدح وشغلات يعني هيك وردية وزهرية، كلنا عنا صعوبات بمنحة معين من حياتنا، إن كان بالتواصل أو إن كان بالتفكير أو إن كان بالظروف المادية والمجتمعية، بس كانت هاي الصعوبات هي هيك الشغلة بتخلينا نتجاكر ونمشي قدما نحو الأمام، فطريقنا أكيد مكلل بالنجاحات. وإن شاء الله يا رب كل التوفيق لكل حد عم يتابعنا. هالفقرة والفقرات الباقية من برنامج طريقي رح تنزل على السوشيال ميديا وعلى الصفحة الرسمية اللي عم تمرق أسفل الشاشة. بدي أتمنى تفاعلكم يكون عالي على الصفحة وإجاباتكم على الأسئلة اللي رح تمرق خلال الفيديوهات تكون هيك نابعة من اختياركم الحر ودون أي تحيز. بدي أخذ كمان كم نصيحة منكم وكم استشارة بالرسائل اللي بترسلوها عبر صفحة البرنامج. تبقوا بألف خير.